ها؟ ايه يلا تفضل. هلا يا هلا في كل وافي، وكل من له قلب صافي. هلا لا تسجني بصوتك، اغني. اوه صوتك غني يعني. انا عارف ركان. ها مغني مسكة. ترى معه دقيقة. لصقة. معه دقيقة يلا. لصقة. يا قربة. ايوه. ترى دقيقة. ترى دقيقة. يعني لصقة. صح. صح. يعني لصقة. ايه ما تقول لصقة. عادي اجاوب معكم. يا بد يلا. انا اقول غني. ما شفت احد مش دين الا نواف. يلا يلا سريع سريع سريع. لا يجاوب المسردي صح. وهني لصقة. هم ثلاثة. لا لا يجاوب المسردي. اللي جاوب المسردي صح. شوف واذا ما عرفت انا بس ترى من يوم يبدا يا شباب من يوم يبدا معلي ترى من يوم يبدا له دقيقه تمام يا اخي يلا اختار دقيقه اصبر هذه صعبه شوي كم كلمه وصف رابع كلمه بيعرفونها اربع كلمات اربع كلمات الرابعه الاولى الرابعه الاولى الاخيره دقيقه مد دقيقه عشاء اكل لا ممكن 18 حلا 19 مو كل 20 ما كل بيض تنبش حمى صح صح ايزي ايزي يا عيال ايزي مو كل بيض تنبش حمى حي حرابه لا 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 اتركها يلا هذه هذا اخر واحد ها لان هو ثلاثة اخذك زي ما تعال يا عزوز تعال يلا تعال يلا نواف وين الرجال اسحبوا عيني شوف شوف دقيقة سهلة كنها انا كفو ها كم كلمة؟ ترى معك دقيقة ثلاث كم كلمة؟ وصف لك حاجة برا ثلاث كلمات سبع ثمان تسع اللي ما يعرف الصقر شوي نجم 11 13 جبل 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 ترى تخرب جبل خصم جبل ايوه ما عرفته تهز هز اي جبا 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 حيد العين صفقه يا شباب جبل مهد ذكري تفضلوا ها في نقاط اي في نقاط الفايز 150 نقطة محمد المسلم 150 نقطة خصم عبد العزيز مسافري 150 لانك كنت طالب نقاط لا في ما دبي نقاط 150 نقاط لنا 150 خلاص 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 ثلاثة ما قصرت بيضة بيضة وجهي يا سولف الحين تبي وش فعالية الا فيه في فعالية وفعالية اتحدى احد راح يعني مهما سووا من الفعاليات ما راح يكون افضل وش الفعالية؟ بعد خمس دقائق طلين تبي تتعشى كم فعالية ولا مو فعالية؟ اي والله خلاص بس بيضة وجهك بيضة وجهك ايش رايكم اللي بغوا يحطونها دائرة ويدق بقدر ولا شيء يطرد تم لا نبي ذيك شو اسمه طق طق تقي لا 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 عبد العزيز نبي اللي ما شاء الله دلت في سندويش ما شاء الله كان طافي وش ذي هزع ما شاء الله ايه من يشيله شو اسمه من يشيله حسام جاب والله يا حلوه والله انها حلوه بس انت ما اقسم بالله حلوه ابشر بس سعد وش لا عادي يقف ثبت ما من اختار لك واحد يا رجال اطرف واحد لا لا اقرع زين تشوف حظك زين ولا لا دقيقه اصبر نختار ما شاء الله عليكم كيف يديكم تدخل يلا ابطال هذه وادي على الركان يلا اختار شوف اللي انت على طول علم صحيح حظ دوفر انا يلا اجل انا كم يا مسفري؟ ايه وش نفس الاوراق؟ لا اوراق اي بس اوراق واجد ترى طيب صدق فيها نقاط ولا اي والله فعليه وراسلة اعطيتني نقاط والله عندي عندي انا سلوى وش؟ 5000 نقطة يا عبد العزيز اللي قبل سهل سهل فقرتك فيها نقاط اللي قبل شيء اي والله اي فيها 200 خذها خذها مهذل 250 يا نزل نزل ورقة هنا
خمسة اللي فوق ألف. تعال الحمد لله. خمسة وسبعين. يلا الحسن. والله نعمة. تفضل. كم كلمة؟ دقيقة في مشارك جديد. خلنا نسمع. مثل ولا وش؟ هي خمس كلمات. أوضحكم أعطيهم توضيح. لا لا جاوب جاوب. لا 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 جاوب. لا لا تفضل. لا تفضل جاوب. ايش ذا المقدم شخصي طريق طريق واقف القرية اليوم اليوم الحين الاربعاء يوم السبت الاحد السبت الاحد السبت تعال يا من قدم السبت يا الاحد اي حي والله يا اخي حلوه الفقره قسم بالله حلوه يعني تفتح ذكاء شوي يعني في الليل انا مجموعه لا طالع والله صدق تفتح ذكاء يا اخي تذكر العالم بالامثله تذكر العالم بالله مرني جدول تفضل محمد مسجد اوه هذه تمثل يلا صعب مثلني يا طريقه استحى 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 شوي شوي معليش يعني تفضل تفضل اخوي لا لا تفضل علمهم علمهم ثلاث كلمات الكلمة الأولى صديق صديق وقت ضيق والله حرام أول بحر عطى يعني ما بحر دوري دوري أنا لا بس أنا لأن أنا بشوف أول بحشر أول بس ماشي يلا معليش شو المعيض يا براسك كيف فهمت المذهب ما شاء الله عليك عفا عليك والله عاد كيف أشرح كم كلمة كلمة محمد عشان ساعد أنا ساعد ثلاث كلمات مثال هو هلا سلطان اللي ما يعرف يستقر شوي كم كم صح ذيب ماهر لا لا مو بذيب ما له دخل كلمات تصلح ارحب طير مطار الطير اللي وقع لا طير الكلمة الثانية هي ثلاث كلمات لا لا تتكلم انت لا ابي شيء لا الكلمة الثانية اخر ايوه انا اقول سلطان افهم الفقرة وش الدنيا وش الحين احنا بعيدة بعيدة من جديد سلطان لا تسولف ايش راح السلطان طيب ثلاث كلمات مثل هو الأولى الطير ايوه حلو ثانية من كلمة من كلمة ثانية صارت الطير برزاق ثلاث كلمات ايوه ثلاثين هي ثلاث كلمات الطير. الكلمة الثانية الكلمة الثالثة الكلمة الثانية ايوه نفس الثالثة يا ولد عطنا كلمة ثانية اشرحها كلمة ثانية طير طير ايش طير انا انت انا طير سلوى لا 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 بالحماس بالحماس زايد معلش معلش تعال اطلع اطلع تعال سلطان سلطان انت اللي جاوبت اختار بدون ما تطلع بس تاخذ يدك لا خلاص طيب خلاص هنا يجب كلمة واحدة صح؟ هذه فقرتنا إيه إيه لا أنت ترى بعد وين جاتك كلمة بالحين يلا يلا يا شباب مع سلطان يلا أربع كلمات مثل هو حلو سلطان الكلمة الثالثة ترى هم قالوا قبل شوي طير الطير وقع اللي يعرف السقر شوي صح الله الله أنا ما بجاوب أصلا الله ان جبتها جبت اجيبها وسعد ما تقولها قبل يلا اعرف بس ايش شو ايش اصبر اصبرني غير غير ما ادري ايش دقيقه مي بابا ادل اللي ما انتو باهر من الهيل لا لا اسمعوا اي ده موجود حق انا اسمي هاي مين بقرا الجديده صراحه واحد صراحه عند وين يا اثنين فارس ثلاث الله خمس وجبه اربع خمس ست سبع شنو شنو ثمان اصبر اصبر ما اقدر ما اقدر تسع اربع كلمات مثل ها 11 ايوه 12 ما تقدم ما تقدم ما تقدم الله الله عليك تعال تعال ما تقدم ما تقدم ما تردد تعال تعال اخوي ذكرني باسمك تقدم نسيت نسيت يلا تجيك ترى قلت كذا حركت ايدي وضحت
بطك من جاي اقول له ايوه يا رجل ايوه يلا شباب نضحك كم كلمه اساعدك خمس كلمات حلو خمس كلمات حلو خمس ست سبع سبع منطقة السيلة الكبرى صح منطقة السيلة الكبرى قلت انا تعال يا باسل وش ذي هذه وش اللعبة هذه ذي اللعبة طلع عنك اهم شيء ما تقول اني طلعت واحدة شيء ولا وش ذي تركي ذا ما احب الاذاعة السعودية هذا اسطى ايوه تعال 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 الحين هنا طيب طيب كلمتين كلمتين لولا مجنون لا تاوم من الخبل خبل متعاوي خبل الحكمه مجنون متعاوي جاوب سبع عد عندك كلمه خبل تسع مجنون خبل متعاوي خبل ونشيط خبل خبل الاولى 13 كلمه الاولى خبل خبل مودي الخبل ما يوصل من عمودي لا 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 وش يقول؟ وشو؟ خبل موصل لا قبل شوي ايش قلت؟ خبل ما يوصل خبل ما يوصل طيب نفس المعنى نفس المعنى ها؟ اللي جاوب من خبل موصل تفضل سلطان خبل موصل يا خبل موصل تفضل سلطان شخوصي مقدم بس هذه مين امثال امثال شوف عاد هذا الامثال سعودي ايه مازن موصل ما في فايده علي ابي بقاله يا جماعه بقاله يلا ابيك تجي سعد صبوا خلينا بدون سيدي فيصل انبار شنو هنا؟ اختار لك هذا الاثنين لا عادي اي شيء يمكن نفس الصوت اوه سهل ايه سلطان كم كلمة؟ أربع كلمات حلو الكلمة الرابعة لا والله نذبحك تقطيع صح ايش ترى انا يا جماعه تبغى اسحب لك واحده الجمال ضحك كثرت سكاكينو اوه ركان ركان اربع كلمات ما لا قبل شهر ما اسمع صح يا انا بس انا قصدي الصغير لا لا تعال والله مبدع والله مبدع انا القديم زياده صدق كنا نتفكر عن لا قديم جاوب ما شاء الله عليه حتى ما درس شو المثال ورني يوم قلت كذا مثال مباشر انا مسكنا باخ هاي صعب طحن خواطر دعس خواطر اللي كذب الاعداد لا تعرف الامثال ايوه ها كم كلمه اربع كلمات حلو الثانية عرفت فرد حمزة داير داير يا سلام يوم الشرط على سلطان يا أخي خلوه حن إلين طيب أنا متأكد متأكد إنها مدروسة معروفة بينكم ولا كيف عرفت والله ولا كيف كل واحد يعرف أي واضح الإعداد تعامل معها الإعداد معها خلاص يجي شاب محمد المال حمزة خش هالشينة طال عمرك الله عليك أي هذا سهل هذا ترى ده سهل يلا خلينا نشوف محمد منحة خلاص طيب هذا اعتبر واش؟ من غير ألف القدر كمل لا لا تعال مدري ايش يقول الملاس ألف القدر يطلع الملاس ها تبي تطلع يلا تبي تطلع طلع واحد لا ابي لا اجيبكم مثال يلا العرمان يطلع تعال ايه لا ما بيطلع ليه؟ عبد العزيز عندي زهر ارحب يا ابو صقر حاول تسوي فعالية شيء انا باقي سؤالي لا ثلاثة الله قصدي تغير الاجواء كذا ايه غير اجواءك شوي يا نور علشان تنشط على يا سلام يا سلام كم كلمه كم كلمه هي صعبه ولا سهله سهله دي ها اربع كلمات لا لا حلو اختل عمبارك لولا ثلاث كلمات الكلمه الثانيه يدري الذيب ماهر العبس اشوف اشوف الذيب ماهر العبس هذه باقي سؤالي هذه الشيء كذا هذا زياد الشهري يوم اعلن قال الذيب ماهر العبس لا 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 يا لا هم اعلنوا فيه اي صحيح انت شوف لا هذه جوابها لا ما في شيء اعلامي قدير يرفعنا كلام عنه ما في شيء
قد الشيري اخر سؤال مع سلطان. يا سلطان عين فين وانت تسولف وهاني من شاف وش كم تبس وش هذا مو انا بايخ ما حد عرفته عرفته وش طيب وهني الاصنيت هو يوم غنى فهمتوها وهني لسنا قلناها قبل شوي يا ابني اللي دريت انت انت اللي كاتبها صح؟ انت وهني وانا اللي كاتبها فاشكركم على هذه الفقره مشكور صفقه يا اخوان مبارك صفقه محمد مسج تعال دقيقه شكرا هلا هلا تبي شيء بس انت ما عليه انا اشتغلت سريع عادي تجيك رقابك بكره انا غير شو اسمه